ترى من الذي يمكنه أن يفعل هذا؟ الأمر غريب، ما بكم؟ اختفت جميع الكعكات التي أعددتها لكن. والفطائر. صباح الخير. أهلاً. انظري يا أنيسة، لقد سرق طعامنا. ماذا؟ هذا صحيح، شخص ما دخل المطبخ وفعلها. ولكن هذا غريب، ليست أول مرة. لعل إحدى القطط قد فعلت هذا. لا، ليس هذا الفعل فعل قطة. هذه ظاهرة خطيرة جدا، لن أسمح بها. سنتخذ إجراءات حاسمة ونتصرف بسرعة. سافيريو، ما الأمر؟ لقد سرق الطعام مرة أخرى يا آنسة. سأعطي الفاعل فرصة كي يعترف، وإلا فسوف أضطر إلى معاقبتكن جميعا ودون استثناء. أتتهميننا بالسرقة؟ اخرسي، لا تدافعي عن أحد. ولماذا تقوم إحدانا بالسرقة؟ اللصة بيننا هنا، الأفضل أن تعترف. لم أسرق، أقسم على هذا يا آنسة. صحيح أنني أحب كعكات سافيريو، لكنني أطلب منه فيعطيني. نحن لسنا لصوصا يا آنسة. أجل نعم، لسنا لصوصا. حسنا يا فتيات، بما أنكن تقولن هذا أنا أصدقكن. إحداكن تمشي وتأكل وهي نائمة. طريفة. حسنا، سأغض النظر عما حدث، ولكن لن أنساه أبدا. والآن تناولنا طعامكن وانصرفن. لا أريد ثرثرة. بالتأكيد، ولكن أريد منك أن توافيني بالمخططات والمعلومات. سأنتظرك غدا، إلى اللقاء. ما هي نتائج التحاليل؟ لا أعرف، هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. حسنا، أتريدين شيئا؟ نعم، أريدك أن تشرح لي أمرا. اجلسي. شكرا. ما هو هذا الأمر؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه أبدا. تقصدين بيلين؟ ألو. نعم. مرحبا، هل أستطيع أن أكلم الآنسة دولوريس؟ دولوريس معك. أنا الطبيب روبيولو، أريد أن أتحدث إليك قليلا. كما تريد، سأمر عليك غدا. أفضل أن تأتي اليوم، ممكن؟ ما هو الأمر؟ سنتحدث بهذا عندما تأتين، أنا في انتظارك. هذا رائع، كنت أعرف أنني سأجدكم هنا. أحمل لكم خبرا سوف يعجبكم كثيرا. لا شيء يمكن أن يعجبنا الآن. حسنا، اكتشفت أن بيلين تحصل على نقود إضافية تساعدها على تربية سول. وما الفائدة؟ ما بك، هذا يعني أنها لا تحتاج المساعدة ولا النبيع القرش. هل أنت متأكد؟ طبعا، وهل نحن نلعب؟ لما لم تقل هذا من قبل؟ علمت بهذا البارحة في وقت متأخر جدا، وها قد جئت لكي أخبركم، فأين هي المشكلة؟ ما بكم؟ لقد بعنا السيارة. لا بد أنك تمزح، فالبيع لا يتم بسرعة. جاء رجل واشتراها، دفع النقود وأخذ الأوراق. هل هو شاب؟ ليس شابا ولا عجوزا، عادي. من هو؟ وأين يمكن أن أجده؟ قل. ماذا تريد منه؟ لقد اشترى السيارة وذهب، هذا كل شيء. أعطوني رقم هاتفه، أريد أن أتحدث إليه. وبعد، ماذا ستفعل؟ سأخبره أننا سنعيد إليه نقوده ونسترجع السيارة. أتعتقد أنه سيوافق؟ نعم، فالسيارات كلها سواء في نظره، ويمكنه أن يشتري غيرها. هاك رقم الهاتف. هذا هو. مرحبا، من فضلك أريد التحدث إلى فيدريكو. أها، فيدريكو، مرحبا، أنا بيجمي. نعم، أنت لا تعرفني. اسمع، أنا أحد أصحاب السيارة التي اشتريتها. نعم، أحد المالكين القدامى، صحيح. لا، لكني لم أكن أعلم بالأمر وندمت كثيرا. ماذا؟
ترى ما الذي يقوله؟ ها؟ بحسب تعبير وجهه الوضع سيء. يبدو أن السيارة ضاعت منا، لا فائدة. لننتظر نتائج محاولته. أعرف ما سيحدث، صدقني لن ينجح. ها لقد أتى. خبر. لا أصدق، قلب هذا الرجل كأنه مخلوق من حجر. رفض؟ نعم، بل وأغلق السماعة في وجهي. لكي ننجز دمج الشركتين معا يجب علينا أن نأخذ عدة أمور أساسية بالحسبان. الموضوع الأكثر أهمية هو موضوع العمال. صحيح، ولهذا يقدم السيد راميرو اقتراحا على جميع العمال أن يستقيلوا من العمل ثم يعاد استئجارهم على أسس جديدة. عمالنا استقالوا مرة وخسروا تقاعدهم، لذا لا يمكن أن يفعلوا هذا ثانية. سنستأجرهم بحسب القوانين الجديدة. إذن جميع العمال سيعاد استئجارهم من جديد. لا لا، لن يعودوا جميعا يا سيد فرناندو، مستحيل. إذن سترمونهم في الشارع. سنتخلى عن 30% تقريبا. نريد أن نستورد آلات حديثة جدا لا تحتاج إلى عدد كبير من العمال. وماذا يحدث للذين سيفقدون عملهم؟ لا أعرف، هذا الأمر لا يهمنا أبدا. ولكنه يعنيني كثيرا، هؤلاء العمال المساكين يثقون بنا، وإذا استقالوا فلن يحصلوا على تعويض ولا على أي عمل آخر. وإذا بقوا سنخسر الكثير. لكن هؤلاء العمال لديهم أسر. مارتن، نحن لا ندير جمعية خيرية، إننا رجال أعمال. نعم، لكن لا أوافق على طريقة علاج الأمر. إنها الطريقة الأفضل والأسرع يا مارتن. بل هناك طرق أفضل منها. مثلا؟ لا أعرف الآن، ولكن يجب أن أناقش الأمر أنا والسيد كابوتشي. حسنا، يجب أن تفعل. والآن يا سادة، هذا كل ما لدينا اليوم، سنبقى على اتصال حتى الاجتماع القادم. شكرا لك، شكرا. هيا هرنان. وداعا. لا أصدق أنه بهذه القسوة، كيف يرمي عشرات العمال في الشارع دون تعويض؟ هذا هو موران، لا يفكر إلا في مصلحته فقط. أتعرف أين دولوريس؟ لا، لا أدري أين هي. أنا آسف. ما المشكلة؟ نتائج هذه التحاليل الأولية تشير إلى عدة احتمالات، ويجب أن نحدد المرض بدقة. وهل مرضي خطير؟ ربما. لا أصدق. سأريكن فطيرة الليمون التي صنعتها من أجل الغد. حسنا، هذا يكفي، اذهبنا وجهزنا أنفسكن، فالضيوف سيصلون بعد قليل. هيا هيا بسرعة. هيا. ما كان عليك أن تريهن الفطيرة، إذا كانت إحداهن اللصة فسوف تسطو عليها في الليل. أنا أعرف هذا، ولذا أريتهن إياها. سأمسك باللصة متلبسة بسرقة فطيرة الليمون. انظروا جيدا، هذا المحرك لا يتعب أبدا، والهيكل الخارجي متين ويتحمل الصدمات وكأنه صنع لسائق أحمق مثلي. ها هي السيارة التي أحلم بها. إنهم أصحابها القدامى. مرحبا يا شباب. مرحبا. هل أنتم بخير يا أصدقاء؟ نعم بخير. هل جئتم لتودعوا السيارة؟ لقد اتصلت بك اليوم، أنا بيجمي، أتذكر؟ أهلا بيجمي، كيف حالك؟ بخير، لقد تحدثنا عن السيارة وأريدك أن تتابع الحديث معي. أنا قلت لك إنني لا أريد أن أبيع السيارة، أتذكر؟ نعم، لكن هنالك أشياء لا يمكن أن تقال على الهاتف. صحيح. والآن ها نحن وجها لوجه ويمكن أن نتحدث أفضل. هذه ليست سيارة، إنها كأختي، أختنا. نعم يعني. نعم، ولها قيمة وجدانية كبيرة في قلوبنا. وماذا بعد؟ اسمعني سأوضح لك. تفضل.
ها هي نقودك كاملة، خذها وأعد إلينا السيارة. لا لا يا أصدقاء، قلت لكم إن السيارة تعجبني وأريد أن أحتفظ بها لنفسي، أصدقائي أعجب بها أيضا ولا أريد أن أخيب أملهم. ما اسمك؟ بوتشي. أهلا، لهذا عذرني يا بوتشي. لكن إذا استعدت النقود التي دفعتها فيمكنك أن تشتري سيارة أفضل منها. صحيح، هذه السيارة أصبحت قديمة ومتعبة. نعم صحيح، إنها في حالة جيدة، عينتها أنا وأصدقائي وأيقنا بهذا، فقط أريد أن أغير لونها وأطليها بالأحمر. لا لا يمكن. مهلا، وعوضا عن القرش سأرسم عليها قوسا وسهاما ملونة. لا آسفة لم أستطع أن أحضر لك أكثر. شكرا لك. اسمعني، إذا سافرت إلى ميندوزا فلن تجد من يطعمك وستبقى جائعا. أفضل الموت جوعا على العودة إلى السجن. دعني أخبر بيلين. إذا تجرأت وأخبرت أحدا فسوف أنسى أنك أختي، هل فهمت؟ حسنا، بيلين جيدة و... أسمعت؟ والعمل؟ هيا. كما قلت لك يا آنسة، هذا المكان قذر ويحتاج إلى تنظيف. يجب أن نستأجر عمالا وننظفه بسرعة. ما هذا؟ جرذ، أنا موقنة. لا لا، ليس لدينا جرذ هنا. انظري من فدريكو. يا حبيبي كن طيبا وساعدنا، هيا يا عمري هيا. انتظروا أرجوكم، أنتم تطلبون شيئا لا يمكن تحقيقه، والسيارة لي وحدي، ملكي، واضح؟ إذن يجب علي أن أدحرج رأسه. لا اسمع يا حبيبي. أرجوك يا تانو، لا داعي لهذه الحركات. كنت ألعب الاختباء. ألم تجدي مكانا غير هذا؟ هذا ليس مكانا للعب، هيا انصرفي. آسفة. لا تكرري هذا. ما هذا؟ أهنالك أحد غيرك؟ لا لا إطلاقا. دعي هذا الأمر لي. أجل سأجده. أرجو الانتباه لحظة رجاءً. والآن سوف أقوم بتعريف أولي. يا فتيات، هؤلاء الأشخاص الذين حدثتكم عنهم. سيداتي وسادتي، هؤلاء فتياتنا. أما التعارف الشخصي فيجب أن تقوموا به بأنفسكم. أرجو أن تتصرفوا براحتكم، نحن سنترككم، أليس كذلك؟ بلى، هيا. مارو إلى أين؟ سأذهب، فهذا الأمر لا يهمني. أرجوك ابقي من أجل جينات. نعم، أتحدث عن السيارة التي نشرت عنها إعلانا في الصحيفة وقلت إنك ترغب في بيعها. أعرف، أريدك أن تحدثني عنها. جيد جيد، نعم نعم نعم، أجل، إنها الألوان التي أفضلها. ماذا؟ تبديل المحرك يكلف كثيرا جدا. نعم، هذا يغير كل شيء، فما قيمة السيارة إذا كان محركها لا يعمل جيدا؟ هل تسخر مني؟ ماذا تقصد بأن السيارة تحتاج إلى بعض الإصلاحات الأخرى؟ اسمعني جيدا، هذه خردة وليست سيارة. يا لسخافة هذا الرجل، لماذا لا يبحث لنفسه عن تسلية أخرى غير هذه؟ أهلا بكم، تفضلوا. مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ ها، ما الأخبار؟ لا جديد. وأنا اتصلت بكل المعلنين لكن ما لديهم خردة وليست سيارات. لن نجد سيارة مثل القرش. أشعر بأني بعت قطعة من جسدي. وأنا مثلك. رائع، إنهم أشخاص لطفاء. أجل، إنهم رائعون، إنهم مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدة لنا دون مقابل. ذهبوا؟ لنفعل شيئا، لا يمكن أن نخسر القرش بهذه البساطة. لدي فكرة، ادخرت بعض المال، ما رأيكم أن نعطيه إياه فوق أمواله؟ لابد أن فيدريكو سيوافق.
لا لا، ليس هكذا. فيرو، لا أظن أنني أخطأت. والآن نعم، ها هي فيرو، أنت فتاة مهذبة، يمكنني أن أسرق الطعام من أجلك. لا لا يجوز. جينيت لديها أفكار رائعة. نعم نعم. سينتيا، اليوم في المدرسة كان جون يتحدث إليك. ترى ماذا قال لك؟ أخبرينا. لا أذكر شيئا. لا يمكن نسيان هذا. هيا يا سينتيا، قال لي أنت سمينة مثل البالون. ما أوقح، ماذا أجبته؟ أولا كان علي أن أركل ساقه. هل فعلت؟ نعم، وجعلته يتألم، ثم قلت له أنا أسفة أيها الغبي. أحسنت يا سينتيا، فهذا ما يستحقه. ألا يوجد أولاد طيبون؟ بلى، في المريخ. أحب أن أجد فتاة مهذبة تقول لي أنت لطيفة مجتهدة، وأحب أن أتعرفك أكثر. ثم يصرخ المخرج انتهى التصوير، يكفي. ما الذي تقصدينه؟ هذه الأشياء لا تحدث إلا في الأفلام. عمل رائع، إننا بارعون في التنظيف. مرحبا يا شباب. بيجمي، ماذا تريد أيضا؟ اهدأ يا عزيزي، لماذا أنت غاضب هكذا؟ سنقدم لك عرضا وأعتقد أنه سوف يعجبك كثيرا. قلت لكم 100 مرة لن أبيع هذه السيارة. افهموا، أصغي إلينا أولا، فقد توافق على العرض الذي نحمله وتحصل على مبلغ كبير. ربما يعجبك. حسنا، لنرى. أنا موقن أنك ستفرح به كثيرا. إذن سنستمع إليه. اسمع، هيا تعيد لنا السيارة، ومقابل ذلك نعيد إليك النقود التي دفعتها وفوقها $300 مكافأة لك على حسن معاملتك. ما رأيك؟ أليس رائعا؟ تكلم. هل هذا هو عرضك الرائع؟ نعم، فكر فيه جيدا. هيا ارحلوا من هنا جميعا قبل أن أحطم وجوهكم. وجه من أيها الغرب؟ اسمع يا حبيبي، وجهك أنت وجهي أنا. لا يمكن أن تفعلوا هذا يا شباب، أرجوكم. هيا تعال، لن يحل المشكلة بل سيعقدها. أرجوكم انتظروا قليلا، يمكننا أن نجد حلا. لا لا نعرف حلا. لا 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 انتظروا. لا لا لا، إذا كنتما مصرين على الشجار فأنا أفضل أن أخرج بينكما. لا أريد أن أحل مشكلاتي بهذه الطريقة البدائية، لا بد من وجود أساليب أكثر تعقلا. كلامك صحيح، في القرن العشرين لا في العالم، ولكنكم لا تفهمون إلا بهذا الأسلوب. شباب، هناك سيارة شرطة عند المنعطف. هل عجبك هذا؟ إذا استمرينا في الشجار فسننتهي جميعا خلف القضبان، صدقوني. لقد نجحت. اخرس، واذا عرفت لك فان امك لن تعرفك. خلني ساصنع منك كبابا. انظر انني ارتجع. نعم سترتجع. اهدأ. نعم بالتفاهم. لا اريد ان اعرف هذه الاشكال. ما ارجوك، ما زال هناك فرصة. انزل يدك. سنتعرف حتما، دعني وشأني. حسن، يجب ان اصفق قليلا. لا لا، لن اسمح لكما بارتكاب هذه الحماقة. ما رايك ان نلتقي؟ هذا لا يجوز، وهذا ليس اسلوب الاتفاق. اين ومتى؟ ألو، أهلا بك. لا إنها ليست هنا. ماذا؟ نعم سوف أخبرها عندما تعود. أجل، عفوا. مارتن، جدول رواتب العمال، ماذا هناك؟ لا شيء، اتصل طبيبك. ما الأمر؟ ربما يريد أن يطمئن عليه، إنه طبيب جيد. أها، وهل لديك مرض ما؟
لا، ما حدث لي ذلك اليوم كان بسبب الإرهاق فقط. أنا بخير الآن. هذا جيد يا دولي، أخبريني إذا احتجت مساعدة. حسناً. إنني متعبة، لقد مشينا طويلاً مع جينات. لم أنتهي بعد من كتابة واجباتي، لكن إذا ساعدتماني لن نساعدك، فهي واجباتك أنت. أوف. فيرو، هذه رسالة لك. لي؟ اسمك مكتوب هنا. فيرو، أنت لطيفة ومهذبة، أراك وأتمنى أن أتعرفك أكثر. التوقيع فاء. من هو فاء؟ لعلها فلونا. تلك المعلمة اللطيفة التي يحبها الجميع؟ هذا احتمال معقول. لا، بل مسحة من الفتيات. ها؟ نعم، سينتيا وجورجي كتبتا هذا، تريدان السخرية مني. كارمن، أريد معلومات عنها، كل شيء. سافيريو سيساعدك. لما؟ أريد أن أعرف ما هي نقطة ضعفها حتى أستغلها وأبعدها عن مارتن. كيف حالك؟ لقد مللت. خذ هذه. حسناً. لقد قدمت في اجتماع هذا اليوم. لم أرى هذه الأشياء منذ زمن بعيد، وقد تمر سنوات ولا أراها ثانية. أو للأثرياء.
خذي واحدة دوري. إنه دورك. ما أجملها من رسالة. شكرا جزيلا لكما، ما كان عليكما أن تفعلا هذا. لا أعرف شيئا عن هذه الرسالة. لا تمثلي دور الغبية. مثل هذه الخدع لا تنطلي على أختي. لقد عرفت بسرعة أنكما قد فعلتما هذا. حسنا، ما هذه الرسالة؟ لقد كتبتها ووقعتها بالحرف الأول من اسم المعلمة فلونا. أنا لم أفعل. وأنا أيضا يا فيرو لم أرها من قبل. انظر إلى الخط السيء، تعمدت أن يبدو هكذا. قبل أن تتهمينا عليك أن تتحقق الأمر. انتظرن، لماذا تشكين فيهما يا فيرو؟ لقد كتبتا ما قلته لهما. قد تكون مصادفة فقط. لا، هذا مستحيل. ماذا هناك؟ أرسلتا رسالة مزيفة إلى أختي ولا تريدان أن تعترفا بهذا. ربما ليست مزيفة. جيمينا، أتعرفين هذا الخط؟ يا إلهي، ما بك؟ لم أرى في حياتي خطا أسوأ منه. حسنا، يجب أن نعرف من الذي كتبها. ألست قلقا عليه؟ نعم قلق، ولكني أثق به كثيرا. تانو رجل قوي وسينال منه، ونحن سنساعده إذا لزم الأمر. هذا تصرف أحمق. ما الأمر؟ دعيه يخبرك ما الذي ينون فعله. لا داعي لنشر الخبر بين الجميع. مثل هذا الشجار يحدث كثيرا. شجار؟ نعم، باعوا سيارتهم ويريدون استعادتها. ولماذا بعتموها؟ لقد كانت غلطة وندمنا. وهل سترغمون الرجل على إعادتها؟ حاولنا أن نتفاهم معه لكنه عنيد. وستحلون الأمر بالشجار؟ تانو هو الذي سيشاجره رجلا لرجل، أما نحن فسنشجعه. آها، وماذا لو كان ذلك الرجل يحمل معه سكينا أو مسدسا؟ هذا ما أخشاه. لا يا بوتشي، يجب أن تمنع هذا الشجار. أين سول؟ في الداخل. يجب أن أتحدث بهدوء حتى لا تسمعنا وتخاف. سأتصل بمارتن وأرى ماذا يمكن أن يقترح. لا أصدق، مستحيل، هذا مستحيل. أكاد أختنق. مرحبا. ما بك؟ ولماذا عدت؟ هناك مشكلة لدى الفتيان وأنا قلقة جدا عليهم. فتيان؟ بيغمي وأصدقائه. تانو يريد أن يشاجر رجلا. أنا قلقة جدا، ساعدني. هيا سنجد حلا ما. لا تقلقي يا آنسة جينيت، فسوف أكشف اللص. كيف ستفعلين هذا؟ سأقوم بالحراسة مختبئة حتى أمسك بها. أتقصدين إحدى الفتيات؟ بالتأكيد. من منهن؟ الجميع، أنا أشك فيهن جميعا. لا تقل لي إنك لم تكتبها، فهذا خطك. إنك مخطئة. حقا؟ والتوقيع بالحرف F والأخطاء الإملائية. حسنا، أنا كتبتها. يا للحماقة فلاي، ما الذي أصابك حتى تكتب هذه الرسالة؟ أخفضي صوتك. ما فعلته يا عزيزي أخطر من التحدث بصوت مرتفع. لا تخافي، لن يمسكوني من خلال هذه الرسالة. ولكن لماذا تخاطر؟ لأني أشفقت على تلك الفتاة لأنها تشعر بالوحدة مثلي. ماذا تعني بهذا؟ لا أعني أي شيء. إذا كنت تشفق عليها فلماذا لا تفعل ما قلته لك عندها تكتب لها بحريتك؟ قلت لك إنني لن أعود إلى سجن الأحداث. عدني أنك لن تفعل ثانية أشياء سخيفة وأنك ستبقى هنا. حسنا، اطمئني. ابقى معي، لا تسافر. هذا مستحيل. فكر في الأمر. قررت. فكر ثانية. لما لا تذهبين وتتركينني؟ ألم تتابعي لنا الحكاية؟ بلى، بعد أن جمدت الفتيات أتباع الشريرة انتظرنا اللحظة المناسبة لمهاجمتها، وهكذا وضعنا خطة وبدأنا بتنفيذها. الشريرة وريفي كانا في الحديقة، ولكن حين يعودان إلى غرفة الفتيات
سيجدان مفاجأة غريبة. حسنا، هيا لنذهب إلى الفتيات. أريد أن أخبرهن أننا سنقيم حفلة كبيرة بمناسبة زفافنا، وبعدها سنسافر جميعا إلى كوكبي ونعيش هناك. حسنا، هيا بنا. انظر، ما هذا؟ انهض جيمينا، جيمينا، وكأنهن ميتات ورجال متجمدون. هنالك شيء غريب. ليس غريبا، نجحت خطتنا. اللص مقاومتها. نعم، قد أحتاج إليها، من يدري. ماذا حدث لك؟ آسف، لم أستطع إقناعهم، إنهم عنيدون. مستحيل، عنيدون جدا، أنا أعرفهم ولا أفهم الطريقة التي يفكرون بها. لما لا نتصل برجال الشرطة ونخبرهم بالأمر؟ لا لا، لا داعي لهذا، اطمئني، سأوقف هذا الشجار قبل أن يبدأ. أخشى أن تصاب بأذى. لا، سأقول لهم أصغوا إلي، لا تتصرفوا مثل الرجال البدائيين. إنهم كذلك. لا، بل أطفال. قهوة؟ أجل. اسمع يا مارتن. ماذا؟ خطرت لي فكرة لإيقاف هذا الشجار، وستساعدني. حقا؟ أجل. ما هذا؟ اتركني أيها اللص، لن أدعك تفلتين من يدي. تعالي معي، هيا. أنا فعلت في هذا. أيها اللص، أخرج من هنا، دعني. ما هذا الصراخ؟ الصوت من المطبخ. أيها، ما أنسك باللص، أريد أن أراه. هيا هيا، إلى أين يا لورا؟ دعينا نلحق بهن. هيا هيا. لا تكذبي، لقد شاهدتك بعيني. لا تظهري البراءة، لقد أمسكتك. بل أنا الذي أمسكتك. كفى يا سافيريو، لقد بانت الحقيقة. يا فتيات، هذا هو اللص. يا لك من لصة وقحة. أنت اللص. يكفي، سأدعى الشجارة غدا، لقد تعبنا ونريد أن ننام. نعم، الفتيات على حق، وغدا سوف نتابع. سنتابع، ولكن في مكتب المديرة. أتظنين أن هذا يخيفني؟ يجب أن تنال عقابا قاسيا يا سافيريو. أنت التي ستنالين العقاب يا أرنستينا، لأنك لصة تسرقين طعام الفتيات. الآن عرفت من أين أتيت بهذا الكرش الكبير الذي تحمله أيها اللص. لن تجوى بفعلتك هذه، ستنال العقاب الذي تستحقه. لصة.
لا أستطيع تحمل مسؤولية كهذه. أرجوك، العقد لا يلزمني هذا الشيء. أعرف، ولكن يجب أن تقف إلى جانبي. مارتن، أنا أقف إلى جانبك، لكن أنت تمزج العمل مع حياتك الخاصة. أوضح. بسبب موقعك مديرا للمصنع، تريد أن تكون على علاقة طيبة بجميع العمال، لكن من أجل مصلحتك ومصلحة الشركاء جميعا، دع مشاعرك جانبا. أنا آسف جدا يا مارتن، لكن هذا ما لدي.